السلام عليكم، اهلا وعليكم وسهلا، السلام مرحبا ورحمة الله. بكم. معايا بنت خالي بشرى، وتشهيت عليها الرغيف ديال الفران الخليع، قالت لي كتصاوبهم رائعين. حنا الحمد لله تبارك الله العائله ديال الطباخه، ياك بشرى معروفين بهادشي ديالنا. المهم غتصاوب لنا الرغيف في الفران ديال الخليع. مرحبا لاله خديجه، لاله بشرى. شنو غنديروا فيه؟ كنحتاجوا الطحين، طحين فرينه و سبيسيال بيان سور. غديروا النص ديال سبيسيال داك المسمد، الطحين مسمد، والطحين فورس، والاخر الطحين الابيض الدقيق الابيض. كنحتاجوا معاه واحد جوج معلقات ديال زيت روميه، جوج معالق ديال الزيت العاديه، شويه المليحه، ملحه حسب الذوق، خميره ديال الحلوه، خميره واحد 7 غرام ديال الخميره، وشويه معلقه سنيده، معلقه كبيره ديال السكر، والمدافي باش نعجنوه. يعني وغنجمعوا العجينه ديالنا طبعا وغندلكوها. كنديكو العجينه شويه، كنديكوها مزيان باش نخليوها ترتاح واحد شويه باش تطلق لينا، ياك نخليوها ترتاح. شحال عشرة تعاوننا في الصراحه؟ شحال تقريبا لابوشا؟ دي مينوت، 10 دقائق، 10 دقائق تقريبا. نخليوها ترتاح باش تطلق لينا دغيا دغيا، وعاد نطلقوها باش نديروها في الفران. ها هي دكاتها مزيان، ودابا غتخليها، انا قلت لكم غتقطعها 10 دقائق، غنخليوها ترتاح. دابا كنكوموها، كنديروها قريصات صغار، قريصات صغارين، مش عاد نسرفوها ان شاء الله. هذا اللي كيخدموا بها كاع المغاربه ان شاء الله، ونخليوها كل واحد كيبغيها، كاين اللي كيبغيها يكونوا صغارين صغارين صغار. انت درتيهم هكا كبارين باش كتجي باش دغيا كتطلق، ياك احنا هنا موجدين خليه زويته باش كنفرقوا العجينه، زويته باش كنفرقوا العجينه. ها هو الخليع، ها هو داك اكريش، ياك الرغيفه كتلقى مزيان، ياك هاو كدير شويه هاد الخليط، داك اكريش ديال الخليع هكايا شويه. هادو راه ماشي ديال الريجيم، هادو ديال الناس الغلاقه، ياك لا بشرى اللي باغي ياكل الخليع يغلق. اييه هكاك كنبانو شويه بيهم وكنلويو طبعا، وغنسرح وحده اخرى. الناس كيسرحو بالدلاك، حنا البلديين تنسرحو بيدينا. اييه تبارك الله كتحل نفس الماكله. اييه غير غير طيب وكول، هنايا ما كاينين الماكله ما كتحبش مع الجو والطبيعه والماء البير انت كلشي كيوكل، ياك لاله بشرى. انت هي وكندير وحده في قلب وحده طبعا بحال هكا ان سي دو سويت.
هما عاوتاني كنطلقوا وحده اخرى. شوفي ها هي واحده اخرى عاوتاني نعطيكم، كنديروا فيها شويه الخليط طبعا، وكنديروا في قلب منها الاخرى اللي درنا، وكنبقاو ياك على هذا الحال، وحده في قلب وحده وحده في قلب وحده، حتى كنساليو العجينه اللي عندنا. الله يعطيك الصحه يا لاله بوشرى. نديرو أخرى وثاني، مع ليدام تيجمد تتلصق العجينة تسعر دهنو العجينة طاولة. نستمر على هاد الطريقة هادي، على هادي نعمرو بالخبيع دراوش هادو، هذا الخلع اللي درتو داك المرة، هاي كلشي كنديرو في الدار. المرة الجاية عندي لكم نخلع بالبيبي بلا دان ان شاء الله الرحمن الرحيم. هما جاو جوج ديال الرغيفات باش ما يجيوش غلاضين ياك، وي جاونا أربعة أربعة ياك تقريبا، أربعة 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 الكويرات أربعة الكويرات، هيا وغادي نقرصوهم ونديروهم في الفرن. كتعرفو الخليع كيجمد أييه نحسو شي ديال الفرن، ندير شويه فوق باش كيعرفو راه هو راه فيه الخليع، فيه شي شويه الخليع، ايه هو المهم داك البقايا ديال ترتيت ديال الخليع اكريش كيتسماو، كيتسمى اكريش. هيا خصو يتبسط مزيان باش ما يجيش غليظ بزاف، اييه حيت ما حيت كتخمر ياك، كتخمر الحلوى دونك غادي يطلع. غير ترتاح شويه، ترتاح شي شويه شحال 10 دقائق خمس دقائق ولا 10 دقائق ياك، عاد نديرها في الفران طيب من التحت وعاد نديرها من الفوق ياك. ايوا وها نتوما بالصحه والراحه الرغايف ديال بشرى ديالنا، ها هي كي جات جات رائعه ها نتوما، وجات مقرمشه ها شتيها كي جات مقرمشه. الله يعطيك الصحه يا لاله بشرى، هما الرغيفات جوج رغيفات على مزيناتهم. الفران عندي سخون سخون، دابا قلنا غنديرو كيكه بالتفاح والزبيب، دونك غنقطع التفاح هو الاول هكا دواور، ونحيد له داك الذريعه الدخلانيه بحال هكايا بسم الله، ونحيد له طبعا الزريعة احمدي خمش هادي، غنحيد له داك الزريعة الزريعة التحتانية بشوية، حيدهالوش بزاف راسكم بلي هاد الزريعة مهمة بزاف زوينة الفاكهة، كل هاد الزريعة ديال الفاكهة كتكون مهمة
نحيدها غير الزريعه نغطيها هكا هي هكا هي ايوا وغنديرهم هذا بلاش هادي ايه الريسيطه ساهله مهله ما فيهاش بزاف ديال الكيكه بحال كيكه وهي التفاح كندير في تحت التفاح فكيجي منظر زوين حتى هو هذه تقطعات لي ولكن معليش التفاح جديد بارك الله التفاح هنايا موجود وبثمن بوالو شريت كيلو ب 3 دراهم والله العظيم رخيص مشيت للسوق وشريته رخيص وقلت انا راه ندير به كيكه ديال التفاح ايوا فران مصوب راه نديرو به كيكه ديال التفاح دونك هذا ها هو اش غندير في التفاح غادي نعصر عليه شويه الحامض باش ما يتوكسيداش باش يبقى ليا باش يبقى ليا طيب زعما ما يوليش كحل هكا وعندي هذا الحامض هذا ديال الشجره نيت خضر داك الحامض الخضر كيجي زوين فيه واحد الريحه رائعه بحال هكا داك غندير بحال هكا عندي شويه ديال سنيده هاد السنيده هادي فيها شويه ديال لافاني غنديرها من تحت بحال هكا طبعا دهنت هذا بشويه ديال الزبده وغنستف التفاح ديالي هكا هكا صغارين حتى هما نديرهم هانتوما باش يبقى كلو فيه عامر وكنزيد عاوتاني شويه ديال السكر سنيده ونبقى تكون فيها شويه ديال لافاني هكا وغندير شويه ديال الزبيب ها العنب المجفف نديرو من تحت حتى هو كيعطي المنظر كيعطي المذاق زوين هادي هكا دونك عاد غندير الخليط شنو غندير الخليط ديال لا غندير ثلاثه البيضات البيض بلدي على مزيناته ديال الجوجات ديالي اللي شفتو عندي هما ثلاثه ديال البيضات نخلط كلشي بقى وحده كاس لارو ديال الزيت كاس ديال السنيده والياغورت كاس ديال الياغورت كما كان عندكم ما عندكمش الياغورت كديروا كاس ديال الحليب كنخلطوا العناصر بحال هكا نخلطوا كلشي وكنزيدوا الطحين تقريبا ثلاثه د الكيسان ديال الدقيق الابيض ومع خميره ما جبتش الخميره الا تيجي بالخميره خميره و لافاني كندير الخميره كندير هنا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق قلنا وجوج خميرات 7 غرام 7 غرام ديال 14 غرام هكا هي و لافاني كاين اللي كيدير معاها القرفه انا من نوع اللي ما عنديش مع القرفه نهائيا ايوا يا لالا هانتوما داكشي ديال العروبيه ها هي وها الكيكه ديالي واجده كنخلطها وندير الخليط فوق داك التفاح بحال هكايا وها الكيكه واجده وكنديرها طيب تقريبا على درجه 180 40 دقيقه فوالا نجيب الحاسه ديالي باش نحيد هادشي ونغسل يديا ونجيب هاديك باش
باش نصاوبها. الحصى ما لقيتهاش. بسم الله وصافي، وهالكيكه ديالي واجده هنا. غنكبها على الخليط كله وغنديرها طيب. كيكه سهله ماهله وكتجي رائعه. سلامت خيركم. ايوا كنسرحوها بحال هكا وكنديروها طيب. انا قلت لكم على درجه 180 والفران واجد واجد، وقلنا راه نديرو نزيدو كيكه هكا. وهالكيكه ديالي واجده، غنديرها الفران. يلا ديالي هانتوما هي كي جات. انا غادي نقلبها وغنقطعها وغتشوفوها كي جات. جات الروعه هانتوما، رائعه عجيبه. ها الكيكه هي ديالي كي جات، معلكه بالتفاح، ها هو محمر هانتوما. جات هشيشه ورطيبه هانتوما. انا قطعت لكم طريف. شفت كي جا؟ جات هشيشه و... شوف كي جات، شوف شوف جات رائعه هانتوما. كيكه الروعه، نتمنى الله تجربوها الكيكه التفاح والزبيب. هانتوما الكيكه ديالي من داخل، وبالصحه والراحه.